تثبيت العقيدة الصحيحة التي تعلمناها من الأزهر ومن المدارس العريقة الزيتونة وكل مدارس المسلمين العريقة التي موثوق فيها، التي هي على مرور مئات السنين خرجت علماء وأجيال ولم يظهر منهم ما رأينا وما سمعنا في هذه الأيام. صحيح. صحيح. فهذا دور كثير من المؤسسات هناك المخلصة، تثبيت العقيدة الصحيحة، لأن الولد هناك ينشأ يعني بين عائلة مسلمة لكن مجتمع متغير، ثقافة عنده مختلفة. كل شيء إلا المعلومات الدينية قد تكون قليلة. ما الذي تفعلوه لتحصين هؤلاء الشباب أو الأطفال أو هذا الجيل فضيلة الشيخ بلال، ونقدم له أيضا الإسلام الوسطي المعتدل السمح؟ يعني الخطاب في بلاد الغرب أو في بلاد غير المسلمين يختلف تماما عن الخطاب في بلاد صحيح. المسلمين صحيح. اليوم الخطيب في مصر لما يعتلي المنبر كل الذين في المسجد عرب ومصريون أو ما شبه ذلك، فالخطاب يكون سهل ويكون يعني في نوع معين من الأشياء. أما هناك الخطاب يعتمد بالأساس على العقيدة الإسلامية، لأن كثير من أولاد المسلمين هناك ما يعرفون ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممكن يرددونها، ممكن يرددون آيات من القرآن، لكن لا يفقهون ماذا تعني هذه العقيدة. وبانخراطهم مع أناس ليسوا من دينهم قد تتسرب إليهم شبهات خطيرة. الشبهات صحيح. لذلك نحن أول ما نركز عليه في أولاد المسلمين تعليمهم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعناها الدقيق، ومعناها الدقيق أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الموجود الذي لا يشبه الموجودات، وهو الذي كان قبل كل شيء وأوجد كل شيء. يعني مثل هذه المعلومات مفيدة جدا باللغة الإنجليزية، تعرف يعني هناك، أو اللغة الإسبانية، لأنه في بلاد التي نحن فيها اللغة الثانية إسبانيول اللي هي الإسبانية. فالخطاب الديني يختلف. يعني أنا لما أعتلي المنبر في أمريكا أحيانا أرقب في المصلى على معرفتي أكثر من 20 جنسية يصلون.